قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكرات هسه التقريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبح واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات وتدري دعم وفلوس وجهات متنفذة. ثق تو شنو بس على اعرف على مستوى قيادات كبيرة بالبلد عسكرية لو سياسية؟ لا سياسية. من اقول لك فلان شخص فلان مسؤول ده يجيب بسياراته سياراته مظللة ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عالية ويوزع.